سابقة على الاستغلال الجائر من العوامل التي تهدد التنوع الحيوي. اليوم نتكلم أو نكمل العوامل التي تهدد التنوع الحيوي. رقم 2، فقدان الموطن البيئي. ما هي أسباب فقدان الموطن البيئي التي تدمر أو تهدد التنوع الحيوي؟ ألف، تدمير الموطن البيئي. باء، اضطراب الموطن البيئي. طبعا هنتكلم كل واحدة منهم على حدة. طبعا تدمير الموطن البيئي الرئيسية يزيل الإنسان حاليا مناطق من الغابات المطيرة الاستوائية، ويغير النباتات الأصلية فيها بمحاصيل زراعية أو يستخدمها للرعي. هنا بيجيب لي سؤال يقول لي علل، إزالة الغابات المطيرة الاستوائية يؤثر مباشرة في التنوع الحيوي العالمي، إيه السبب فيها؟ طبعا السبب قال لك لأن المناطق التي تزال أشجارها تستغل غالبا لزراعة المحاصيل أو للرعي، وهذا يقلل من التنوع الحيوي في المكان. ده هذا اللي هو تدمير الموطن البيئي. طيب بعد ذلك هنا بيقول لي علل برضو، إزالة الكثير من الغابات الطبيعية سيؤدي إلى انقراض الكثير من الأنواع التي تعيش على الأرض. يعني لو شلنا أو أزلنا الغابات الطبيعية يؤدي إلى الكثير أو انقراض الكثير من الأنواع التي تعيش على الأرض. إيه السبب في ذلك؟ قال لك نتيجة فقد موطنها البيئي. رقم باء، اضطراب الموطن البيئي. يعني إيه اضطراب الموطن البيئي ده؟ هو حدوث اختزال في الموطن البيئي، يعني حدوث اختزال في الموطن البيئي. طيب شوف كده، هذا اللي هو الاضطراب في الموطن البيئي، اللي هو تأثير نقص أحد الأنواع في النظام البيئي كاملا. طبعا هذا دي الشبكة الغذائية زي ما احنا أخدناها قبل كده وقلناها. طبعا هذا يؤثر في ميم، في نقص أحد الأنواع في النظام البيئي كاملا، ده اللي هو الاضطراب في الموطن البيئي. طيب مثل نقص مجموعة السمك نتيجة الصيد الجائر ويؤدي إلى نقص في أعداد أسد البحر وفقمة المواني. طيب قال لك إذا كان لأحد الأنواع دور كبير في النظام البيئي فيسمى حجر الأساس، وظاهرة الاحتباس الحراري العالمي لكوكب الأرض أدت إلى نقصان العديد من الأنواع في النظام البيئي البحري. يبقى إذن اضطراب الموطن البيئي هذا يؤدي إلى نقص في مجموعة الأسماك نتيجة الصيد الجائر. يعني مثلا هذا ده بيأكل أسماك صغيرة ما يلاقي أسماك طبعا، فتؤدي إلى خلل في ميم في السلسلة في الشبكة الغذائية. طيب ده اللي هو اضطراب الموطن البيئي. بعد ذلك ننتقل أيضا رقم 3 من العوامل التي تهدد التنوع الحيوي، تجزئة الموطن البيئي. ماذا يقصد بتجزئة الموطن البيئي؟ هو انفصال النظام البيئي إلى أجزاء صغيرة من الأرض، اللي هو تجزئة الموطن البيئي. هنا بيجيب لي سؤال أو علل، الجماعات الحيوية الحالية تبقى غالبا ضمن قطعة أرض صغيرة، لماذا؟ نقول له لأنها غير قادرة أو غير راغبة في عبور الحواجز التي صنعها الإنسان. طبعا في البداية احنا قبل كده في الحصة الماضية تكلمنا وقلنا من العوامل الأساسية والرئيسية التي تؤدي إلى تدمير أو تؤدي إلى الانقراض اللي هو الإنسان، كان له دور مهم جدا في انقراض بعض المخلوقات الحية. إيه النتائج المترتبة على تجزئة الموطن البيئي؟ يعني إيه التأثير بتاع تجزئة الموطن البيئي؟ هل يا ترى ليه تأثير؟ نعم له تأثير. أولا كلما كانت قطعة الأرض أصغر فإنها تدعم عدد أقل من الأنواع. كلما كانت قطعة الأرض صغيرة تدعم أقل عدد من الأنواع. طيب باء، تقلل التجزئة من فرص تكاثر الأفراد. الرئيسية تقلل التجزئة من فرص تكاثر الأفراد. جيم، يزيد من عدد الحدود البيئية مسببا تأثيرا لهذه الحدود. ده اللي هو تجزئة الموطن البيئي. آثار، بعد ذلك نتكلم عن آثار الحد البيئي أيضا من تجزئة الموطن البيئي. آثار الحد البيئي، ما هي تعريف آثار الحد البيئي؟ هي مجموعة الظروف البيئية المختلفة التي تظهر على طول حدود
النظام البيئي. مثال على آثار الحدود أو الحد البيئي: حدود الغابة الاستوائية مختلفة من داخلها. مختلفة في إيه طيب؟ أول شيء في العوامل اللا حيوية. تكلمنا في السابق على العوامل الحيوية واللا حيوية. قلنا العوامل اللا حيوية التي تؤثر في البيئة مثال درجة الحرارة والرياح والرطوبة والتربة والشمس غير ذلك. الأنواع التي تنمو بقوة وسط الغابة الكثيفة ربما تموت عند حدودها، أيضا هذا برضو من آثار الحد البيئي. طيب، يزداد عدد المفترسات والطفيليات عند حدود الأنظمة البيئية مما يجعل الأنواع أكثر عرضة للخطر. هنا قال لك ملاحظة: لا يسبب أثر الحد البيئي دائما ضرر للأنواع جميعها، فربما تعد هذه الظروف ملائمة لنمو بعض الأنواع. ده اللي هو آثار الحد البيئي. من العوامل التي تهدد التنوع الحيوي ومهمة جدا التلوث. ما مصدر التلوث؟ التلوث له مصدرين: مصادر طبيعية ومصادر ناتجة عن نشاط الإنسان. يعتبر الإنسان الملوث الأكبر للبيئة. أشكاله: ما هي أشكال التلوث؟ أشكال التلوث: واحد، التلوث بالمواد الكيميائية. 2، المطر الحمضي. 3، الإثراء الغذائي. أنا أتكلم على كل واحدة منهم على حدة. أولا، التلوث بالمواد الكيميائية. من الأمثلة على التلوث بالمواد الكيميائية الملوثة للبيئة المبيدات الكيميائية، مثال ثنائي الكلوريد وثنائي الفينايل ثلاثي كلوريد الإيثان، اللي هو يرمز له بالرمز DDT. دي يعني داي وتي تراي. طبعا ثنائي كلوريد ثنائي الفينايل ثلاثي كلوريد الإيثان. 2، المواد الكيميائية الصناعية مثل مادة BCBS اللي هي ثنائية الفينايل عديدة الكلور. طيب، الملوثات المواد الكيميائية نشوف الشكل بتاعها. أول شيء هذه تلوث بالمواد الكيميائية، تمام. عندنا أيضا هنا هذه التلوث بالمواد الكيميائية عن طريق رش المبيدات بالطائرات أو بأشخاص. أيضا عندنا زيادة تركيز المواد السامة. طبعا كلما زاد المستوى الغذائي في السلسلة الغذائية طبعا هنا يؤدي إلى ميم إلى التلوث. طبعا هنا لو شفنا هنا بداية الماء أخذناها قبل كده اللي هو الجزء العميق أعمق من الماء، ثم بعد ذلك المنتجات. ما هي المنتجات؟ أخذناها قبل كده وهي النباتات، ثم بعدها العوالق، ثم اللي تأكل العوالق، بعدين أسماك صغيرة، ثم أسماك كبيرة، ثم طيور تتغذى على ميم على الأسماك. لو نظرنا هذه عبارة عن سلسلة غذائية. طبعا تركيز DDT في الطيور التي تتغذى على الأسماك نسبة 25، تمام، في الأسماك الكبيرة 2 ppm، في الأسماك الصغيرة 5/10، في العوالق الحيوانية 4/10. طبعا دي اللي هو طبعا جزء من ايه؟ من المليون. دي هذا زيادة تركيز المواد السامة. طيب، خصائص المواد الكيميائية توجد طبعا في الشبكات الغذائية، تدخل إلى أجسام المخلوقات الحية عند شرب الماء أو عند أكل مخلوقات حية أخرى تحوي هذه المواد السامة. أيضا تتراكم في أنسجة المخلوقات الحية، يقول لك هنا، حيث أن تركيز هذه المواد السامة يكون قليلا عندما تدخل الشبكة الغذائية، لكنه يزداد في أجسام المخلوقات الحية كلما اتجهنا نحو المستويات الغذائية الأعلى. طيب، أولا التلوث بالمواد الكيميائية. ما هو أضرار التلوث بالمواد الكيميائية؟ قال لك أن تراكم هذه المواد في أجسام المخلوقات الحية يؤدي إلى اختلال العمليات الطبيعية في بعض المخلوقات. مثلا مادة DDT اللي احنا قلنا عليها كان لها دورا في قرب انقراض طيور الباز، وتعد آكلات اللحوم الموجودة في المستويات الغذائية الأعلى هي الأكثر المخلوقات الحية تأثرا بتراكم المواد الكيميائية في أجسامها. ممكن تجيني على هيئة تعلل أو بما تفسر ونقول لنا علشان خاطر إيه أو إيه السبب فيها؟ نتيجة عملية التضخم الحيوي. طيب، ما هو التضخم الحيوي؟ التضخم الحيوي هو زيادة تركيز المواد السامة
في أجسام المخلوقات الحية. كلما ارتفعت المستويات في السلسلة الغذائية أو الشبكة الغذائية، يعني بتحدث عملية تضخم عندما تزداد المواد السامة في أجسام المخلوقات الحية. طيب، بعد كده رقم 4 عندنا شباب من العوامل التي تهدد التنوع الحيوي المطر الحمضي. عفوا، المطر الحمضي من ضمن التلوث. يتم تكوين المطر الحمضي وذلك في الخطوات الآتية. زي ايه المطر الحمضي ده؟ طبعا بينطلق غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى الجو نتيجة احتراق الوقود الأحفوري، وتنطلق أكاسيد النيتروجين إلى الجو نتيجة احتراق الوقود الأحفوري في محركات السيارات أيضا، وتتفاعل المركبات مع الماء والمواد الأخرى الموجودة في الهواء مكونة حمض الكبريتيك وحمض النيتريك. نشوف المنظر أو الصورة بتاعت ميم المطر الحمضي. طيب، أول شيء هنا عندنا الإميزيشنز دي، ثم بعد ذلك هنا الترسيب، ثم بعد ذلك إيه التأثيرات اللي بتحدث معايا هنا. زي ما احنا قلنا، هنا أول شيء عندنا إيه؟ ثاني أكسيد الكبريت، وهنا عندنا أكسيد النيتريك، ثم بعد ذلك شايفين بيحضر إيه؟ بيكون طبقة كبيرة جدا شايفين من الدخان، بيجي بعد كده بيطلع معايا الأمونيوم، تمام، والزئبق والأمونيا والنشادر والكبريت، كل هذه الأشياء تؤثر، تمام. هذا يسمى بمين؟ تكوين المطر إيه؟ تكوين المطر الحمضي. طيب، أي تسقط الأمحماض على سطح الأرض على صورة مطر ومطر متجمد وثلج وضباب. هنا طبعا الأضرار، المطر الحمضي طبعا له أضرار كثيرة جدا. يسبب المطر الحمضي يزيل الكالسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى من التربة، فيحرم النبات منها. أيضا يدمر أنسجة النباتات ويقلل نموها. أيضا زيادة تركيزه في البحيرات والأنهار والجداول يؤدي إلى موت الأسماك والمخلوقات الحية الأخرى. ونشوف هذا بطريق الصور. طبعا هذا تأثير المطر الحمضي على النباتات، شايفين هذه النباتات بدأت تذبل وتموت. أيضا هذا تأثير المطر الحمضي على المسطحات المائية، شايفين الأسماك ميتة بكميات كبيرة جدا. ده أضرار المطر الحمضي. الإثراء الغذائي دي آخر شيء طبعا، فيها شكل من أشكال التلوث. يدمر الموطن البيئي تحت المياه التي تعيش فيها الأسماك وأنواع أخرى من المخلوقات الحية. يسبب الإثراء الغذائي نمو الطحالب بكثرة في المسطحات المائية، مما ينتج عنه أضرارا منها. أولا، اختناق المخلوقات الحية المائية. ليه؟ لأن الطحالب تستنفذ الأكسجين أثناء نموها السريع وبعد موتها خلال عملية التحلل. اثنين، تفرز سموما تلوث الماء الذي تحتاج إليه المخلوقات الحية. ملاحظة، عملية الإثراء الغذائي عملية طبيعية، ولكن نشاط الإنسان زاد من سرعة حدوثها. آخر شيء، الأنواع الدخيلة. الأنواع الدخيلة طبعا هذه هي الأنواع غير الأصلية التي تنتقل إلى موطن بيئي جديد بقصد أو عن غير قصد. هنا بيقول لي علل. الأنواع الدخيلة لا تشكل تهديدا للتنوع الحيوي في موطنها البيئي الأصلي. ليه؟ لأن المفترسات والطفيليات والتنافس بين الأنواع يبقى النظام أو يبقي النظام البيئي الأصلي في حالة اتزان. هذه اللي هو الأنواع الدخيلة. نبات البوسبوس هذا طبعا اللي بيكون موجود في المملكة العربية السعودية هنا، وبيبقى في أماكن كثيرة جدا، تمام. قال لك هنا علل، غالبا ما تتكاثر الأنواع الدخيلة بأعداد كبيرة. لماذا؟ نتيجة نقص الحيوانات المفترسة، فتصبح أنواعا غازية في بيئتها الجديدة. طبعا هذا النبات البوسبوس المستورد، يتميز نبات البوسبوس المستورد بخصائص منها، يعد من الأنواع الدخيلة إلى السعودية، يعد من أشجار الشوارع الشائعة في السعودية، أيضا ينتشر في المناطق كثيرة منها جزر وفرسان، سريع الانتشار، يستخدم في التدفئة والرعي. أضراره، يسبب الحساسية الحادة للجهاز التنفسي حاليا، تجري بعض المحاولات للتخلص منه أو تقليل حجم انتشاره اللي هو إيه؟ هذا الشكل. هذا وبالله التوفيق.
طبعا ننتقل إلى بعد ذلك إلى تقويم الدرس اللي هو أخطاء تواجه التنوع الحيوي. بداية نأخذ سؤال تحصيلي، أي مما يلي يزيل الكالسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية من التربة؟ ماء الري أم النتح أم المطر الحمضي أم الأسمدة؟ طبعا الإجابة اللي هو المطر الحمضي. سؤال تقويم، أوضح 3 طرائق يهدد بها الإنسان التنوع الحيوي. السؤال الثاني، لخص لماذا يعد معدل الانقراض حاليا أكبر مما كان في الماضي. ممكن تطلع الإجابة كده وتشوفها. إجابة السؤال الأول تتضمن الإجابات المحتملة انقراض الأنواع ونفاذ الموارد الطبيعية والاستغلال الجائر وتدمير الموطن البيئي واضطراب الموطن البيئي وتجزئة الموطن البيئي والتلوث. دول اللي هم إيه اللي إحنا قلنا عليهم الأربعة والخمسة دول. لخص لماذا يعد معدل الانقراض حاليا أكبر مما كان في الماضي. طبعا هنا قال لك هنا على أن نقصان التنوع الحيوي تصارع على نحو كبير في الأوان الأخيرة بسبب نشاط الإنسان، وقد نتج عن هذه الأنشطة تغيرات أدت إلى موت المخلوقات الحية ومن ثم انقراض بعض الأنواع. سؤال الواجب، إزالة الغابات علل. إزالة الغابات المطيرة استوائية يؤثر مباشرة في التنوع الحيوي العالمي. 2، ما المقصود بالأنواع الدخيلة؟ دول تحلهم تمام وترسلهم على موقع المدرسة أو في أسفل التعليقات تحت الفيديو. لا تنسى الاشتراك في الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.